افضل المحترفين في الثلاث سنوات الاخيره. نزيل بالحق الحقيقه نموذج للاعب المحترف في الالتزام والانضباط والطاقه والمهاره والرغبه والجديه والتصويبه. لا 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 لا. بص شوف نزيل بيعمل ايه، انضباط ايه، التزام ايه. احد افضل المحترفين في الثلاث سنوات الاخيره، انضباط ولا اروع، اختراق ولا اجمل، تصويب ولا اروع. توت توت توت، جمهور السد لحق يكون مبسوط. اذا نزير بالحق يتقدم باول اهداف اللقاء بانطلاق صوب النجم الكبير، اول اهداف اللقاء. يا جماله يا جماله، نزير على شماله حطها 1-0. بقول لكم نموذج للمحترف كما يجب ان يكون، انضباط والتزام، بيعدي ويمر ويفوت ويشوط، ومن تاني وتالت توت توت توت. كل جماهير السد حق انها تكون مبسوطه. اذا 1-0 للسد. قد يكون عكس سير المباراه من ناحيه اداء وتفوق الريان، ولكنها قيمه الكبار وشخصيه الكبار عندما يواجه كل منهما الاخر. عليك ان تتوقع اي شيء.